ميزانك دكو كقل ضمي با إلى هيت الماما يا قرآن. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون با إلى هيت. وميزان مادية دكي هيستي دكي ماتيريال كوحقوقي بيني وانك أهبه والله إنك سوى برلاوة ما يسمى ردت لها سماء برلاوة مسكين حب ما يستو هبل له إنك سوى الله فريو حلو كنركي وحلقة يابا كم برلاوة هاي كوشي غيا كن كنين كحوق بدي ميزان كحقيقي كامر كالله. ولذلك ما النبي عليه الصلاة والسلام مجلس فريان نصامر مركز سوري إنك أم حيد لطي لا فريو إنك أم حيقولا يكت وعندك سوانين هذا هذلوان نل دقيسته هذا قبر كويجسته وان نلصية يعني بكل الموازين البشرية بولاي وان كاسي وان رجع نبي وحبا مور بس كامس مت كلا سامري بس كيره هيل هيل كان كور رب كويري من رسول عدي كاسي ده قالوا كهذلا يرجع دقيسته ما يسبب لنا هذا ورمنا عدي وركيس ودك تاجي سماها هذا قبر كوستو سنة نعيو عيد قبر سيسنة سماها هدو إرجع كوجي ما دنا نين إرجع دي سلا قبلا يا ماها كيف رصد حتى بوا الله قبلا يا بلي دو كوي إرجع ينا وتكا قبلا إسا دو حكوي دي ستة قبر واتسين إسا وا دو هذلا واد هذا الكيس ده كيس كنا واحد عن صد حدا منا ماله وحنا بكوت المامة لمل كاهر مل كمجي يا كهراء كم باك في عم بنا بقول عليه سنة سنة والله دو غياس كي هراء مل كمجي أدونك مجي يونك هرق جروب كيسة وحكى في عنك معنوه ما هين حوله وحلا ما جي يهين أما إن قفك الله دقيست وحلا ما جي وحلا ما جي وحوي يان ومركة خسارة هدبتا اللود وحي وحلقو قيمين وحانا هين ميزان كابو مركو النقطة موازين تدو حقوق ما يسان يسعدمي مركة النقطة موازين هن أهين موازين تربي حقوق قيمين